صدق ما قال الله بصدق مسيس جد ما عايزين المصالح ما عايزين شيل البد بيبنوا في افكار الناس على متعجب والفي سد تركوا الناس محتار عمره ما قال يتكلم في حد يا ما جيوش قدام هو تكلم لسان تنهد تتحرق امك بكلمة اسمع مني اشتعال الجد عشر تسليم من عمري بكتب لو بتعرف العد ما تيديته حياتي لما تنقع مبلغ الجسد يسند اول قيد امسح بها على الكفاح بدل ما اخدها على الخد لو كنت قدره مستعيد وريني شان وردك ينقل دامك جندي ما تقول له لما كنت قدر خلي رجعية تخلي تصبح فيها مستبد ما في يوم كنت جزء طول عمري كنت مد حياتي كنت بفدي وقررت ابتعد من هوام الشلاب عشان تشوف وصول الكد وابشرك انه حظك كان معايا عادل وقعت مع واحد صوته زي السيف الفاتل لو كان كافر كان خلى كفره ليك داش يشبه نفسه بالحاكم حكمه خاسر حكمك ناقصه التحكيم حكمك كليف حكمك غشيم وحكمك باطل قسي وغشاء الحريم عرفنا ان الموج ما بيغرق الغشيم بيعطر قبري اللي فات بموجة النسيم بثبته بيحركه بذاك الموج بقد شفت انت الزعام وخدت روج والموج هالقوارب بالمنتج انه والشيطان تغيرت سنفونية صوتي بتزعج الالحان صوتي زي صولجان بينكسر بين الافخاد ذيله معي طويل بتقدم بامتداد تضرب معي اضراب سوفي معي حداد افكار جدا شيطانية كانها غزاك 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 قال السنياب الزمن في عم حقيقة مؤكد تسعى دم الفطار تفصل منتجات معقد الناس شهود بباب قلوب مفتوحة ما ينسكر طريقك وين شد الرحال احلامك في السلم ناس في نعيم جنون وصلوا حق الهلاك ناس تلقاهم شاكين في النص امك تبكش من الخيلات تبقى من شبيته مصنف فيه وناعم طاعم مبلغ ملك الجو وطفر قيمه ما بقاسم هدفوري حاسم منبع البيض ضغل الوريد والعقل فاهم